حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: أسرة صحفي معتقل لدى الحوثيين تطالب بنقله إلى المستشفى للعلاج. عدن تايم: جهود لإعادة أقدم الموانئ التاريخية في اليمن إلى العمل. يمن مونيتور: موقع إخباري يتحدث عن ضيوف صنعاء الذين تم احتجازهم داخل مبنى كلية الهندسة. بي بي سي: العالم يتجه لتصنيع سيارات طائرة داخل المدن. أهلا بكم. يعانون في المعتقلات السرية التابعة لميليشيا الحوثي دون أن يسمع بهم أحد. وآخر الأنباء القادمة من المعتقلات ما جاء في موقع المصدر أونلاين بعنوان: تدهور صحة صحفي مختطف لدى الحوثيين وأسرته تطالب بضرورة إسعافه للمستشفى. وأفاد بيان لأسرة الصحفي اليمني المختطف لدى الحوثيين وقوات صالح بأن عصام بالغيث تدهورت صحته بشكل بالغ ولا يستطيع الوقوف على قدميه. وطالب البيان سلطات الحوثيين وقوات صالح بضرورة إسعافه كونه يعاني من عدة أمراض ومن الضروري أن يخرج للمستشفى. يضيف البيان: الحوثيون رفضوا السماح بنقله للمستشفى رغم تأكيدات الطبيب على ضرورة نقله لتلقي العلاج. معتقل آخر طالبت أمهات المختطفين بالإفراج عنه. وقال موقع الصحوة نت إن أمهات المختطفين يطالبن بالإفراج عن المختطف المعمري الذي تعرض للشلل جراء التعذيب. وقال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين نفذن وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء للمطالبة بإطلاق سراح المختطف جمال المعمري من سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة. جاء ذلك عقب شهادة الدكتور عبد القادر الجنيد بما تعرض له المختطف المعمري من تعذيب شديد أدى إلى شلل طرفي المعمري في شقه الأيسر وعدم قدرته على الحركة إطلاقا وحمله على الألواح مع إصابته بقروح الفراش، فيما يوكل أمر عنايته التمريضية لغيره من المختطفين. وطالبت الأمهات في بيان لهن جماعة الحوثي وصالح المسلحة بسرعة إطلاق سراح المعمري إنقاذا لحياته، وحملت الأمهات الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته. من جهة أخرى أكدت الأمهات أن الصحفي تيسير السامعي المختطف في أحد سجون محافظة ذمار قد تعرض للتعذيب الشديد وأن حياته في خطر بعد تدهور حالته الصحية. يكتب الفلسطيني ماجد الشيخ في صحيفة الحياة اللندنية عن زعامات الأبد ويصفها باستبداد سلطوي بلا حدود ويضيف: لقد قاد الإيغال في دروب الاستبداد وإعادة إنتاجه مرة أو مرات أخرى إلى نسف وتخريب الاستقرار المنشود عبر إعادة تدوير السلطة لمالكيها القدامى أو الوارثين الجدد، فانقلبت السلطة إلى مجلبة لدمار البلدان والعمران بدل أن تكون رافعة للنهوض وقيادة المسيرة نحو تطوير الديمقراطية للنكوص بها ومعها النكوص بالدولة. وأكثر من ذلك اللعب على تناقضات قوى السلطة والمجتمع وتفتيت البنى المجتمعية والسياسية عبر مذهبة الدولة بالانحياز إلى قوى طائفية أو مذهبية وإن لم تكن وازنة، إلا أنها تشكل للدولة السلطوية عماد قوتها العميقة. في كل الأحوال لا ولن تعكس مركزية الشخص الفرد وحكمه المطلق أي مستوى من مستويات مركزية الدولة وقوتها بقدر ما يجري إضعافها وإشغالها بالهوامش والتوافه من أمور الحكم والسلطة وسلب سلطة التشريع من أصحابها المفترضين ومنحها لمن لا يملك الأحقية والقدرة وحس الإدراك والفهم السديد والسليم، بخاصة وأنه كفرد مطلق لا يستطيع وحيدا صياغة ما يريد، بل لا بد من إشراك آخرين ممن لا يؤمن جانبهم من فرط خضوعهم لسيدهم السيد الرئيس. وهؤلاء في اجتماعهم على كلمة سواء لا يمكنهم أن يمثلوا طموحات دولة عصرية حديثة في ظل حكم ديمقراطي رشيد. إذن جاءوا من محافظات بعيدة بمخترعاتهم البسيطة للمشاركة في المعرض الثالث للاختراعات في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، لكنهم حين أرادوا العودة منعتهم ميليشيا الحوثي من إخراج أدواتهم
التي أتوا بها. وقال موقع يمن مونيتور: المسلحون الحوثيون طلبوا من الطلاب مبالغ مالية مقابل السماح لهم بإخراج الاختراعات التي شاركوا بها. ونقل مراسل يمن مونيتور أنه لم يتم السماح بالخروج إلا بعد أن قدم المنظمون للمعرض مبالغ مالية لأجل القادمين من محافظات بعيدة كحضرموت وعدن والمحويت والحديدة وتعز. وكشف مصدر خاص في اللجنة التنظيمية بالمعرض أن عميد كلية الهندسة المعين من قبل جماعة الحوثي لم يحرك ساكناً عند معرفته بخبر منع خروج المخترعين من بوابة الجامعة. فئة أخرى من ضحايا ميليشيا الحوثي يتحدث عنها موقع المشاهد نت: تجار التجزئة بتعز ضحايا بالجملة. وقال الموقع: تسببت الحرب الكارثية على مدينة تعز بنزوح آلاف الأسر وتضرر مئات المنازل والمحلات التجارية التي كانت مصدر رزق الكثيرين، وبتضررها تضررت أحوالهم وتحولت حياتهم إلى جحيم. عبد العزيز مهيوب واحد من هؤلاء، وقف على أطلال بوفيته التي كانت تعرف ببوفية البركة قائلا: كنا مرتاحين حتى أتى هؤلاء المجانين، يقصد الحوثيين، قصفوا وقتلوا ودمروا وأوصلوا المعاناة لكل بيت. من بين الركام ثمة شواهد كثيرة تحكي تفاصيل تلك المأساة. حي الحصب واحد من أحياء كثيرة تعرضت للقصف والدمار وقد عادت إليه الحياة من جديد. محلات كثيرة تم ترميمها وأخرى فتحت أبوابها، وما يزال العمل جار على إصلاح ما أفسدته الحرب. وكما تعافى هذا الحي ستتعافى باقي أحياء المدينة المنكوبة. مع بدء الثورات العربية انقلبت نظرية أن المنطقة العربية ضد الديمقراطية رأساً على عقب، لكن السؤال الذي دار حينها كان: هل ستتجاوب الإدارة الأمريكية الجديدة حينها، أي إدارة أوباما، مع هذه التغييرات؟ هذه إحدى فقرات مقال كتبه الباحث في المركز العربي بواشنطن رضوان زيادة ونشر في صحيفة الحياة، وقال في جزء منه: هل يمكن القول إن سياسة أمريكية جديدة بدأت تنشأ بعد التغيرات التاريخية والدراماتيكية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي؟ إذن ما هي الأسباب الداخلية الإقليمية التي منعت الولايات المتحدة من تطوير سياساتها كي تتواكب مع التغييرات العميقة المتمثلة في الثورات الشعبية التي لم تشهدها المنطقة العربية من قبل خلال تاريخها الحديث، والتي فتحت أفقاً جديداً أمام مستقبل المجتمعات العربية، وكان لها أن تفتح فرصاً جديدة للعلاقات العربية الأمريكية لو استطاعت إدارة أوباما الاستجابة للقوى الجديدة الناشئة في المنطقة؟ طبعاً تجب العودة إلى الأسس والمبادئ الرئيسية التي حكمت إدارة الرئيس أوباما في سياسته الخارجية وموقع الشرق الأوسط منها، وإرث السياسة الخارجية الثقيل الذي ورثه من إدارة الرئيس بوش متمثلة في حربي أفغانستان والعراق. ففي النهاية كانت هذه المحددات هي التي حكمت رؤية أوباما وشجعته على انتهاج سياسة انعزالية تجاه الشرق الأوسط، أدت في النهاية إلى تحول الربيع العربي إلى خريف بحكم عوامل عدة، أهمها عدم رغبة الأنظمة القديمة في المساعدة على ولادة أنظمة ديمقراطية جديدة. ودخل ثلاث من دول الربيع العربي في حروب لا تبدو لها نهاية قريبة في سوريا واليمن وليبيا، كما تصاعد الفشل في العراق وانتهى إلى حرب أهلية طاحنة. لكن بالرغم من كل هذا الفشل وتصاعد التفجيرات الإرهابية في معظم هذه المدن، نلاحظ تزايدا في تأييد الفكرة الديمقراطية في المنطقة العربية، كما أظهر مؤشر المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات في استطلاعه الأخير للرأي العام، وقد أجري المسح في 12 بلداً عربياً من بينها موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت. قال موقع عدن تايم إن اجتماعاً بمقر مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية برئاسة وزير النقل مراد الحالمي ناقش إجراءات إنشاء ميناء مستقبلي في محافظة شبوة بمديرية رضوم، والإسراع في القيام بالتوثيق للموقع الذي تم اختياره واستكمال دراسات المسحية. وقال الموقع إنه تم الاتفاق على تسمية الميناء الجديد بميناء قنا نسبة للاسم التاريخي للميناء الواقع في سواحل
محافظة شبوة. وأكد الوزير الحالمي بأن مؤسسة موانئ البحر العربي هي الجهة التي ستقوم بالإشراف المباشر على تشغيل الميناء وفقا للاستحداث الحالي. يتابع الموقع عن تاريخ الميناء قائلا: السفن الخشبية اعتادت أن ترسو فيه من شتى أقطار العالم، وشكل الميناء رابطا قويا بين الحضارات القديمة وساحل البحر العربي. ونجد أن الكتب والمخطوطات في الحضارات القديمة تحوي في طياتها أمجاد هذا الميناء ودوره في ربط المشرق بالمغرب. إذن قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم إلى الصحافة العربية، حيث علقت صحيفة العربي الجديد: منظمات إغاثية باليمن تنتقد تراجع دعم المانحين في جنيف. تقول الصحيفة: فشل مؤتمر جنيف في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن والمقدر ب 2.1 مليار دولار، إذ خرج بتعهدات تمثل نصف المبلغ الذي طلبته منظمات الأمم المتحدة. وتعهدت الدول المانحة المشاركة في اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بتقديم نحو مليار دولار من أصل 2.1 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة لتمويل العمليات الإنسانية. وقالت منظمات دولية عاملة في مجال الإغاثة باليمن: إن المبلغ الذي تعهدت الدول المانحة بتقديمه إلى اليمن يعبر عن فشل المجتمع الدولي في دعم اليمنيين، ولا يستوفي سوى احتياجات 12 مليونا من أصل 18.8 مليون، ما يعني أن 6 ملايين يمني لن تصلهم المساعدات. مدير البرامج في منظمة أوكسفام قال: على الرغم من أن الكثير من الأموال قد تم التعهد بها اليوم، فإن أفضل طريقة لمنع المجاعة في اليمن هي وقف القتال المسلح. اهتمت صحيفة الخليج الإماراتية بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة اليمني وعنوانات: بن دغر لن نسمح بانقسام اليمن. رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قال إن السلطة الشرعية لن تسمح أبدا بانقسام اليمن ولا بتجزئته، ولن تسمح أبدا بسقوط الشرعية. وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الخاص باليمن أنه جرى في اليمن حوار شامل جمع كل أطياف اللون السياسي، واتفق اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى بما فيها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. لكن حركة الحوثي عملت كذراع عسكرية وجندت نفسها لخدمة إيران، تمددت واستغلت الأوضاع المضطربة في الداخل اليمني لتستولي على العاصمة بقوة السلاح. وأكد بن دغر أن الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى عدن بعد نهب الميليشيا للاحتياطي النقدي، وحرصت على الإيفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات الموظفين بمختلف مناطق الجمهورية. ميدانيا، قالت صحيفة البيان الإماراتية إن قوات الشرعية أعلنت وصولها إلى مديرية حيران بمحافظة حجة بعدما حققت تقدما نوعيا في ميدي. قوات الشرعية أيضا قالت أنها تمكنت من تطهير عدد من المواقع المحيطة بقلعة القماحية جنوب شرق ميدي والتي تمت السيطرة عليها في وقت سابق. مقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع الميليشيا في ميناء الحيمة بمديرية التحيتة وفي منطقة موشج بمديرية الخوخة التابعة للحديدة، كما ألقت المقاتلات منشورات دعت فيها إلى الانضمام لقوات الشرعية مؤكدة أن معركة التحرير باتت وشيكة. همست للضابط، أنا من الأمن العام. هكذا بدأ سهيل كيوان مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي الذي تصادف ذكرها بعد أيام. يحيي الفلسطينيون والإسرائيليون في الأيام القريبة المقبلة ذكرى النكبة. هم يرقصون ونحن نندب أندلسنا الضائعة. إلا أننا كلما ابتعدنا في الزمن عن يوم النكبة اكتشفنا قصصا شخصية لم نكن نعرفها، قد يكون أصحابها بيننا. قبل أسبوعين ذهبت لتقديم واجب العزاء لرجل في بلدتي توفي شقيقه في صيدا في لبنان. خلال تناول أطراف الحديث بين المعزين فهمت أن الرجل الذي أتيت لتعزيته
بقي وحيدا من أسرة كاملة هجرت عام النكبة. قلت: لا أفهم كيف أن أشقائك ووالديك هاجروا وبقيت وحدك في البلد. فقال: في ذلك النهار المعروف بالطوق الكبير وبأمر من الجيش دار المختار على البيوت، وأعلن أن اليهود سوف يطلقون النار على كل من يجدونه في بيته وعلى الناس التجمع في ساحة العين. تجمع أهل البلدة واللاجئون من القرى المجاورة، وقام الجيش بإجراء تصنيف لمن كانوا غير مسجلين في الإحصاء الأول الذي جرى بعد إعدام 11 شابا في الساحة بهدف تخويف الناس. كل من خاف على روحه ولاذ ولو لمسافة 100 متر خارج القرية لم يسجل في التسجيل الأول، واعتبر أنه انضم إلى قوات العدو أو خرج برغبته. وفي أكثر الأخبار تداولا، جاء في البي بي سي ما قالته شركة أوبر لخدمة السيارة الأجرة عبر الهواتف الذكية، حيث كشفت عن خططها لعقد شراكة مع مصنعي طائرات لتطوير واختبار شبكة للسيارات الطائرة بحلول 2020. وقالت الشركة إنها ستجري اختبارات السيارات الطائرة في مدينتي دالاس بالولايات المتحدة ودبي بدولة الإمارات العربية. وتعتقد الشركة بأن الخدمة ستكلف عملائها في النهاية نفس تكلفة التاكسي العادي، بالرغم من أن هذه التكنولوجيا لم يثبت تطبيقها على نطاق واسع. وقالت الشركة في بيان إن الهدف من هذه التقنية هو تمكين العملاء في المستقبل بالضغط على زر للحصول على رحلة فائقة السرعة داخل المدن وحولها. وصلت التفاهمات بين الدول إلى مستويات متقدمة، وألغيت الكثير من الحدود وأصبحت المناطق الحدودية أماكن للتفاهم. ففي صحيفة عكاظ السعودية جاء العنوان التالي: فندق حدودي، تنام رأسك في سويسرا وقدماك في فرنسا. وتقول الصحيفة: يتيح لك فندق أربيز أن تنام في بلدين في نفس الوقت، فهو يعد من أغرب الفنادق إذ يقع جزء منه في سويسرا والجزء الآخر في فرنسا، فمدخله من الجانب السويسري ومخرجه في الجانب الفرنسي. تضيف الصحيفة: مطعمه والمطبخ وغرفه كلها تقطع الحدود الدولية في حالة فريدة من نوعها، ويعود تاريخه إلى القرن 19 حيث أبرمت الحكومتان السويسرية والفرنسية اتفاقية. وقد جاء في نص الاتفاق أن أي مبنى قائم وقت المصادقة على المعاهدة لن يتأثر بموجب التعديل الحدودي. وبالاستفادة من هذه النقطة، قام رجل أعمال ذكي ببناء مبنى داخل ممتلكاته إذ يقع على جانبي الحدود الجديدة، وقد تم بناؤه قبل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في فبراير عام 1863. وحين قامت الحكومة السويسرية بالتصديق على الاتفاقية، كان مبنى بثلاث طوابق قد أنشئ لتوه، وبذلك لم يتأثر بترسيم الحدود. 100 عام بعد الثورة الروسية، هل يستطيع طائر الفينيق أن ينهض من رماد التاريخ؟ تحت هذا العنوان كتب أستاذ التاريخ الحديث في جامعة أوكسفورد ديفيد بريستلاند مقاله المنشور في صحيفة نيويورك تايمز مضيفا: هورا هورا، أتذكر بوضوح جدار الصوت هذا بينما يقابل الجنود الصارمون في ملابسهم العسكرية بالهتاف تحية قائدهم: أهنئكم بالذكرى 70 لثورة أكتوبر الاشتراكية العظيمة. كنت طالبا في برنامج للتبادل الثقافي في موسكو في العام 1987، وذهبت إلى شارع غوركي في ذلك الصباح التشريني الصافي حتى أشاهد العرض العسكري وهو يشق طريقه إلى الساحة الحمراء. وهدف ذلك العرض المؤثر والمثير للإعجاب إلى تسليط الضوء على الطريقة الثورية الدائمة للشيوعية ووصولها العالمي. حملت اليافطات إعلان الشاعر فلاديمير ماياكوفسكيس: عش لينين، يعيش لينين، فليعش لينين إلى الأبد. لكن هذا الإعلان تردد أجوف، لأن المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها اتحاد الجمهورية السوفيتية الاشتراكية كان واضحا للجميع، خاصة أصدقائي من الطلبة الروس الذين يعتمدون في طعامهم على جامعات رديئة الأوضاع. وحتى مع ذلك كان النظام السوفيتي ما يزال يبدو صلبا مثل رخام الضريح. وما كنت أنا مثل معظم المراقبين لأصدق أن الشيوعية ستتداعى في غضون سنتين، وأن الاتحاد السوفيتي نفسه سينهار في غضون 4 سنوات. خلال فترة وجيزة تغيرت وجهات النظر الشعبية تجاه 1917،
تماما بدت الأسواق المتحررة من القيود طبيعية وحتمية، في حين بدا أن الشيوعية كانت منذورة دائما للذهاب إلى مزبلة التاريخ التي تحدث عنها تروتسكي. اليوم بينما نعيش مناسبة مرور قرن على ثورة فبراير التي مهدت للانقلاب الذي نفذه البلاشفة في تشرين الثاني نوفمبر، انقلب التاريخ مرة أخرى. الآن تنشر الصين وروسيا كلاهما رموزا من تراثهما الشيوعي بغية ترويج اتجاهات قومية مناهضة للليبرالية. وإذا هل كنت شاهدا حقا على آخر هورا للشيوعية في ذلك اليوم في موسكو؟ أم أن ثمة شيوعية أعادت تشكيل نفسها لتتكيف مع القرن الحادي والعشرين تناضل كي تولد؟ جولتنا المصورة من صحيفة الإمارات اليوم، حيث وردت أفضل الصور الضوئية في زاوية ما يعرف بزوم على العالم. نتابع الصور القادمة من أماكن مختلفة من العالم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.